هيدا الحدث عملناه خصوصي بنهار عيد المرأة. ما حبينا انه نعمل عيد فارغ هيك بس انه نعيد النساء، على شو بدنا نعيدهم؟ حبينا نشوف النساء اللي هن عم بيفعلوا ونعيدهم، ومشان هيك عملنا جايزة للنساء اللي هن رائدات بالأعمال، بس رائدات أول ما مبلشين، يعني ما بدنا رائدات ناجحين، بدنا نحن نشجع الرائدات اللي مبلشين تيكبروا واللي عندهم أفكار بيئية تنسجم مع أفكار المؤسسة. وهيك صار، جينا أكثر من 50 طلب، أنا كتير قلبي كبران فيهم. قررنا أنه نعمل جايزة ونكرم النساء اللي هن بيفعلوا، وهالجايزة بتعطي لثلاثة منهم الأولين، كتير مبسوطين هن فيهم هودي، لأنه كل وحدة عندها حلم بدها تطبقه لحيث يساعدها أنها تطبقه تتكبر وتوسع البكار تبع أعمالها. وهيدا اللي صار، في عنا ثلاثة اللي هن ربحوا وخمسة غيرهم اللي هن بيستاهلوا كمان إنه نهنيهم ونعطيهم سيرتيفيكيت شهادة إنه هن جرين أنتربرنور لأنه عملهم كمان بيستاهل. بس انجبرنا ننقي ثلاثة اللي هن بنظرنا عندهم قيمة أكبر بالنسبة للبيئة ولل كمان الانسجام مع الطبيعة والاندفاع للطبيعة والاندفاع للبيئة، هيدا بهمنا كتير كمان، passion للبيئة هيدا كتير بهمنا، وهيدا أخذناه بعين الاعتبار. وأخذنا بعين الاعتبار كمان الاستدامة تبع عملهم، لأنه كمان ما لازم عمل يبلش وتاني يوم يوقف، لازم يكون مثابر يدلوا يكفوا فيه تا يوصلوا لنتيجة ويعملوا أثر ببلدهم. وهيدا ينجح لازم يكونوا عم بيقدروا يكونوا يدخلوا منه مدخول تيقدروا يضاينوا. هودة ثلاث نقاط اللي بيهمنا، شخصية الشخص إذا مثابر، بيهمنا إذا فكرته passion for environment للبيئة، وبيهمنا إذا بيقدر يستديم بالعمل على وقت طويل ويوسع ويطور فكرته.